الحوار الوطني الحمد لله والشكر لله ماشي زي الفل الحمد لله يا رب ثبت أقدامنا جميعا. طيب لجنة الأسرة بالحوار الوطني، الحوار الوطني مما لا شك فيه انعكس إنما يعكس إيه نبض الشارع. طب لجنة الأسرة إنما تعكس إيه؟ تعكس فكرة تماسك وكل ما يخص الأسرة المصرية، مشاكل الأسرة المصرية، الرجل، المرأة، الزوجة، الأبناء. أظن معنا على التليفون دكتور نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله. دكتور نسرين، مما لا شك فيه أنه عندكم ملفات قد كده، ويمكن إحنا اتكلمنا كتير مع حضرتك في لقاءات متعددة حول الأزمات أو المشاكل اللي ممكن بتبقى واقفة أمام الأسرة المصرية، خصوصا وعجبني جدا أنه اللجنة اسمها الأسرة والتماسك المجتمعي. رأس أولويات اللجنة في المناقشة إيه؟ وعندكم عشرات القضايا. ده حقيقي، وعايزة أقول لحضرتك أن الاسم بيعكس العلاقة التبادلية ما بين الأسرة والمجتمع. صحيح. يعني كل منهما يؤثر في الآخر، الأسرة تتأثر بالمجتمع، والمجتمع لا شك أنه يتكون من مجموع الأسر، وما يحدث في الأسر يحدث في المجتمع. أيوه. هذه يعني هذا هو لب عمل اللجنة والبحث في أولويات الأسرة المصرية، وعلى رأس هذه الأولويات بعض القضايا الحياتية التي تتعلق بالأحوال الشخصية، ليس طرحا للقانون، ولكن هناك معالجة لبعض القضايا التي يثور حولها الجدل. يمكن حضرتك أول قضية هنناقشها الوصاية وما يتعلق بها، سواء كان من الولاية التعليمية أو الأهلية القانونية أو أيضا من يعني النفقات وحقوق الطفل اللي بنبتغي فيها. يمكن حضرتك أشرت إلى المصالح الفضلة للطفل. أيوه. لأن يعني ما يحدث من هذه المشكلات ينعكس على الطفل مباشرة وعلى مصالحه، وربما تتعطل أموره في من جراء عند طرفين هو يعني ملوش ذنب إن هو كان ابنه. يعني خلينا نتكلم كده يعني بلغة بسيطة. المسائل الأخرى، إحنا عندنا الثلاث مرتكزات اللي هو فيما يتعلق بالطلاق وما بعده، ويمكن حضرتك عارف ان احنا مصر ما فيهاش نسبة كبيرة من الطلاق كما كان يروج من قبل. صحيح. واوضح ذلك يعني معالي وزير العدل في اطار مزبوط. انه كان يتم تنسيب الرقم خاطئ. صحيح. ولكن هذه مشكلة يعاني منها المجتمع، وما يترتب عليها من مشكلات متعددة يجب ان يكون لها حلول مطروحة من رؤى مختلفة ومن مشاركة مختلفة. المسألة الأخرى العنف الأسري والعنف ضد المرأة، هناك العديد من الأفعال المتسمة بالعنف لا تجرم ولا يوجد لها عقوبة، وأيضا بيتم التغاضي عنها من قبيل الثقافة السائدة، يعني حاجي على البيوت وياما بيحصل وما جراش حاجة. وطبعا زي ايه يا دكتور؟ الثقافة المصرية زي ايه؟ بتقول اضرب للبنت او اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24. زي ايه على سبيل المثال يا دكتور؟ في احتياج ان احنا نناقش تلك المسائل. ثانيا او اخيرا يعني المرتكز الثالث هو الجرائم الإلكترونية المستحدثة فيما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني وبما يتعلق بسرقة البريد الإلكتروني، ايضا التحرش الإلكتروني، التنمر، كلها قضايا مطروحة
على أجندة اللجنة. طب كويس، أنا بس عندي طلب كده، استفسار معين، عشان حضرتك ذكرتي جملة أن هناك بعض جرائم العنف إلا أنها غير مجرمة وبالتالي ما فيش عليها عقوبة، زي إيه يا دكتور؟ يعني مثلا الحرق، ان واحد يعني بيحرق زوجته، يرش عليها مثلا ميه نار، يعني من قبيل هذا يعني. طب ما دي جريمه، دي جريمه يعني، ده اقتراف أيوة عنف مباشر وده بيؤدي الى عاهات مستديمه الخ الخ، بس ده هيبقى مجرم يعني. هي يعني ما يتم المطالبه به، وده طبعا من خلال ما ورد إلينا من مقترحات، أن يكون هناك قانون موحد لتجريم العنف ضد المرأة. صحيح. وضرب الزوجات طبعا غير مجرم. صحيح. أنا بشكرك جدا دكتور نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني.